عايزين دلوقتي نكرر الايه، المفروض دلوقتي القائمة دي بقت مظبوطة وفيها الحركة والانيميشن وكل حاجة تمام. هاجي هنا عسين من بره، مش هو ده موفي كليب؟ طب انا كررته كده تمام. طب كنترول انتر، حلو قوي، مفيش فيه مشكلة، بس انا عايز اغير اليوم الاول خليها يوم التاني. لو دخلت جوه وخليت دي اليوم التاني هيغير الاولاني، فدي مشكلة، فلا همسحه وهعمل دبليكيت لده. اولا هخلي ده بدل ما اسمه مين باتون كده بخليه اليوم الاول دي 1. عملت كده برضه دبليكيت. بص اكيد في غلطه هنا دي 1. وهعمل له دبليكيت دي 2. دي 2 مفروض طبعا، بس احنا مبدئيا دلوقتي ده اسمه دي 1 وده اسمه دي 2 تمام. هنا هسميه دي 1، يعني هنا ده كده دي 1، هسميه هنا دي 1 في الكود، يعني هو دي 1 هو نفس اسمه في اللايبر عشان ما اتلخبطش. وهمسك الدي 2 هرميه هنا وهخش جواه. دي 2 برضه اسمه دي 1 في اللايبر؟ لا، ده دي 1 وده دي 2. ما بيظهرش فوق ما عشان لازم تقف على كليك هنا عشان يظهر لك اسمه هنا. مش هظهر حاجه عشان ما سميتهوش. ده الاكشن سكريبت اسمه في الاكشن سكريبت وده اسمه في اللايبر. هخش بقى جوه اعدل، اشيل بقى ده كده ديليت اللي هو المفروض اليوم الاول، واحط تكست. لا انا ما عملتش كده، انا عدلت على طول. انت لازم تشيل بس التكست الاولاني ده تمام، واكتب اليوم الايه. تمام، واخده كوبي واجي في الفلاش اعمل دبل كليك. دبل كليك هيتغير اسمها مش مشكله، كنترول في اقول له اوكي نطلع بره نعمل نفس الفيلم، احطه هنا الاول كنترول في مره 2 3 4 هكبر كده شويه. تقريبا بيظهر عندي ما بيظهرش عندي، ما معرفش يعني دي حاجه ممكن يكون النستنج عندك في اللييرز كان مختلف جدا. هو اللي فوق هو اللي بيظهر في اللييرز دي ملهاش، حتى لو انت قلت له سند باك وسند فورورد ملهوش دعوه، لما اللييرز فوق ده غصب عننا. وبعد كده همسكه كده سوري اعمل له جروب، اعمل له بس شيفت اطرح اللي ورا، اقول له كنترول جي، اعمل كنترول ماينس، اتاكد ان حجم الكلمه دي قد حجم الكلمه دي، اربط ال دول كده. وبعد كده اقول له ايه شيفت واقول له كنترول كي واقول له ده وده سنتر. تعال نطلع بره خلاص ما غيرش ايه بقى، تعال نعمل كنترول انتر. كلام جميل. احنا عيب احنا ده احنا قلناه، بس احنا قلنا هنعالجه دلوقتي اللي هما ممكن الاتنين يبانوا جنب بعض كده. بس الفكره ان هو بيرجع اليوم الاول ده يرجع التاني. سوري احنا المفروض بقى ايه؟ جوه ندخل في البطن اللي جواه، نخش جوه نمسك دي كده، هي المفروض محطوطه هنا صح؟ المفروض هنا هيبان التاني. على فكره دي ملهاش لازمه، دي يعني دي ما شايف ان هي ملهاش لازمه. شيفت اف 5 اف 5 هو المفروض هو اليوم الاول، كل اليوم الاول ما فيش. هو ليه بي في التكست سوري احنا مسحنا حاجه كده غريبه قوي، فاحنا نرجع تاني. دي في اللير التكست، دي في التكست احنا عملناها فين؟ في البطن نفسه من جوه عملناها في التكست صح. التكست هنا سوري التكست هنا احنا عاملين الكي فريم ده في التكست عشان خاطر هو المفروض بيبين الورقه الاولى والورقه الثانيه والورقه الثالثه، فعشان كده احنا بس كل اللي هنعمله ان احنا جايين هنا في اليوم الثاني ده هناخده كده كوبي ونيجي هنا هنشيل ده كنترول شيفت في نجرب كده
اليوم التاني ما تغير. بس في حاجه كده، هو الواد ده فين ال شالهم كلهم؟ سوري عشان لما عملت كنترول شيفت في راح جاء حط دي بس دي بس فكنترول زد. طيب احنا دلوقتي عندنا اليوم الاول اهو، هشيل بقى دي كده بس وهاخد دي كده كوبي وهاجي هنا بيست، بس انا عايزها سوري بيست في مكانها فكنترول شيفت في، عشان عارف ان لو حطيتها بيست في حته مختلفه هتلاقي فيها هزه وهو بيحرك الماوس. الكليك برضه بيديني شغال كله. هعملها لك تاني قبل البراكتس، هقول لك ان احنا دلوقتي هنعمل ايه. هنيجي من بره، هنيجي هنا دوبليكيت، هسميها دي 3، هقول له اوكي. هاجي من هنا هرمي دي 3 تمام، وبعد كده هعمل عليها دبل كليك، هاجي في دي 3 في الحته دي كده نرتبها بالعكس احسن بقى، ونمسح دي ديليت، وهنحط عرب التكست ونسميه اليوم الثالث. وهاخده كوبي وبعدين اخش هنا تمام، وهكسره وهكسر راجع لورا تمام. ف انا مش عايز ما انا مش عايز احرك ماشي، هاخده كده هقفل كل اللايرز ما عدا اللايرز اللي هي بتاعت التكست، يبقى هو كده في حته ثانيه. كنترول زد، هو مكتوب فين؟ شفت انا اخدته وكتبته فين؟ في الهيد، عشان كده هو راجع لورا تمام. فهاخدهم من هنا هاخدهم من هنا كات، بس هعمل شيفت بس عشان امسك البتاع معايا، هقول له كنترول اكس، هاجي هنا كنترول شيفت في تمام، كنترول في هبص ما ارجعش لورا، نفس العيب بقى اللي هو كان عندك ده تمام. وهدي له الستروك بتاعي وهحطهم في جروب طبعا. انا ممكن اقفل كل الافلات دي واسيب بس الايه عشان ما يقعدش كل شويه تتحرك معايا، احطهم في جروب كنترول جي. انا احطهم في جروب، احنا قلنا هن ايه هنكبرهم كده بحيث ان هو يبقى نفس الحجم بتاع الكلمه اللي في الجنب، وهقول له شيفت على الزرار ده تمام، اقول له كنترول كي وسنتر لي كلمه، سنترها لي اهو خلاص. سوري لسه بقى في الاول، فانا هاخد دي كده كوبي كنترول سي وهاجي في الاول تكست عندي ده ما ينفعش ديليت، كنترول شيفت في في الاول كنترول انتر. اليوم الثالث ما بيبانش ليه القايمه، في حاجه كده القايمه مش مخليها تبان. احنا عملنا ايه بقى مش مظبطينها؟ لما لعبنا ممكن في الباتنز دي الرول اوفر اختفى. فعلا هو المفروض دلوقتي المفروض انا عندي باتن هنا اللي هو ده، مش ده المفروض الهيد باتن؟ الهيد باتن ده جاي مع التكست ولا ايه؟ لا التكست اهو في حاجه كده مش مظبوطه في الموفي كليب حصل. طب لو شلنا الهيد بتون هيحصل حاجه؟ ما انا المفروض لما اعمل كده ده ما يبانش، بس هو باين معايا. بص محطوط في التكست طبعا. كنترول اكس، هاجي في الهيد بتون هنا،
كنترول في. تمام، هو كده بان معايا. المفروض بقى لازم نرجع للاكشن سكريبت تاني، شيفت اف 3. كتابات الغلطه بتلخبط، لازم ترجعها تاني. المفروض بقى جوتو اند ايه، هو المفروض ده هيروح لاس 1 من لاس 3، يبقى جوتو اند بلاي. جوتو اند بلاي اس 2 اكتب عربي سوري. امتى؟ رول اوفر. تمام، المفروض كده احنا 100% يشتغل معانا. تمام، بعد الفيديو الجاي ده هنعدل بقى مشكله ان هو لما تيجي تعمل كده بسرعه يحصل ان هما ايه، ممكن الاثنين يعلقوا. تمام، هنجيبها كده، هي بتيجي بس واحد في المية بس، ايه بس بتحصل اهي ان هما الاثنين يعلقوا. هنعالجها ازاي الحركه دي بعد ان شاء الله في الفيديو الجديد، بس لكم بالبركه.